Hello everyone, today we'll talk about nucleotide databases. طيب هنوصل لها ازاي؟ بشكل بسيط جدا، من خلال السيرش العادي على جوجل بكتب كلمة NCBI. NCBI ده اختصار لل National Center for Biotechnology Information. فيها databases كتيرة جدا، من ضمنها النيوكليوتايد داتابيز. بمجرد ما بدوس عليها بتفتح لي الصفحة بالمنظر ده. ده طريقة البيج بتاعت السيرش في النيوكليوتايد داتابيزز. بكتب الكيوردز اللي انا عايزها في البوكس الخاص بالسيرش وادوس على السيرش بوتن. فانا هنا معايا اكزامبل فور الانسولين تيلابيا. تيلابيا از اورجانيزم اوف الفيش، السمك البلطي، اسمه العلمي تيلابيا، او اسمه العلمي الاحدث هو التيلابيا، اما الاقدم هنتعرف عليه دلوقتي. طيب معايا هنا دلوقتي يخصني ايه؟ يخصني اعرف التفاصيل الاولى. التفاصيل الاولى بتقول كالاتي: اول حاجة الجملة دي اول ما بتظهر لي بفسرها. هنا التفسير اني one of the sequences of an insulin gene in tilapia. طيب دلوقتي التلابيا اسمها تلابيا نيلوتيكا، ده اللي هو البلطي النيلي، فيها الانسولين جين، وده العنوان اللي طالع معايا. طيب هنفسر كل الريزلتس. الريزلتس دي بيج طويلة، انا كل ما بسكرول داون واخدها سكرين شوتس هنتكلم عنها. ده النيم بتاع السيكونس، دي اول حاجة بنتكلم عليها. طب تعالوا نفسر النيم، هي دي الجملة اللي ظهرت معايا. اول جزء فيها ده الساينتفك نيم بتاع التلابيا اللي هو الاولد نيم. طيب تاني حاجة الانسولين بريكورسر، يعني النيم اوف ذا جين اللي هو الانسولين. وهنا كلمة الكومبليت سي دي اس، يعني الاتس فول جين سيكونس، مش جزء معين من الجين. طب السي دي اس اختصار لايه؟ اختصار للكودينج سيكونس. الكودينج سيكونس عبارة عن اللي هو الجزء اللي حصل له تعبير في الجين، ولما حصل له التعبير اتحول لبولي بيبتايد تشين. طيب هنا اول حاجة ظهر معايا الجزء بتاع البيج دي، التلابيا نيلوتيكا، تحتها في كلمة الجين بانك والفاستا والجرافيكس. التلاتة دول هما الـ three available formats اللي بيظهروا لي الـ informations دي من خلال databases. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا معايا اول حاجة الجين بانك. الجين بانك ده هو الـ current databases اللي احنا نتكلم عليها، يعني هي دي البيج اللي معايا اللي انا بنتناقش فيها مع بعض، هي الجين بانك. طيب هي عبارة عن ايه؟ هي بتظهر لي ال text based display contains several informations about the genes، الجين بتاعي. طيب الجزء بتاع الفاستا، الفاستا ده format، عبارة عن format بيظهر لي او بيعمل viewing لل sequence بتاعي without spaces or numbers and precised with a definition line. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيبقى مسبق ب سطر تعريفي كده. طيب يعني ايه بقى جرافيكس؟ هي الرسومات الخاصة بالجين ده، 3D مثلا structure جين، او 3D protein structure، ايا كان. موضوعنا هنا النهاردة ان احنا نتكلم عن التفاصيل بتاعة الجين بانك داتابيزز الموجودة في النيوكليوتايد داتابيز جوه ال NCBI. طيب دلوقتي معايا تو تايتل هنا مختلفين. اول حاجة الران بلاست، ان انا اعمل بلاست. تاني حاجة ان انا بيك برايمرز، يعني ان انا اعمل ديزاين للبي سي ار برايمرز. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ اول حاجة خلونا نتعرف عليها مع بعض. الران بلاست يعني ان انا اعمل البلاست. طب البلاست ده هو عبارة عن ايه اصلا؟ ان انا اوجد السيميلر سيكونسز للجين اللي معايا، بحيث ان انا اقدر اعمل ما بينهم كومباريزن، او اعمل ما بينهم بلاست. طيب البيك برايمرز ان انا اعمل البي سي ار ديزاين برايمرز للجين اللي معايا، للكويري اللي معايا. طيب هنا معايا دلوقتي اول حاجة ظهرت، السطر ده بيتكلم عن اللوكس. يعني ايه لوكس؟ يعني بيتكلم عن الموقع الوراثي الخاص بالجين ده. شايفين الرقم ده؟ الرقم عبارة عن two alphabetic letters وفي numbers.
ده عبارة عن الاكسيشن نمبر او اللي هو رقم الوصول بتاع الجين في الداتابيزز دي. وهنا موجود رقم كده اللي هو 2730 بيز بيرز، ده اللينث بتاع الجين as a complete CDS، زي ما احنا عرفنا ان هو complete مش partial one. وهو عبارة عن DNA linear. اوكي، والكلام ده كان حصل يوم سوري شهر 4 اللي هو ابريل 1999. اوكي، دي التفاصيل اللي معايا هنا. اول حاجة زي ما انا فسرتها لكم فوق اهو، ده الاسم الموقع او اسم الفيلد نفسه اللي هو اللوكس، وده الاكسيشن نمبر، وده كان السايز بتاع الجين، وده الدي ان ايه، يعني الدي ان ايه اللي معايا سوري الموليكيول اللي معايا ده سواء كان نوعه دي ان ايه ولا ار ان ايه بتبقى موجوده او مكتوبه هنا. واللينير ده اللي هو التوبولوجي بتاع الكروموسوم سواء كان لينير ولا سيركيولر هو بيوضح لي. وده الديت بتاع السبميشن اللي معايا ده. طب يعني ايه او التعريف بتاع الديفينيشن بتاع الاكسيشن نمبر؟ هو الكومباينيشن اوف ليترز اند نمبرز ويتش ميك ا يونيك ايدنتيفاير فور الايفري سيكونس ان داتابيزز. اوكي، هنا معايا بيتكلم عن السيكونس فيرجن، الاصدار بتاع الجين ده سواء كان الاصدار الاول بيبقى له اكسيشن نمبر، لو كان حصل له تحديث او تجديد او شويه ديتيلز جديده عليه بنعمل له فيرجن جديد بالرقم ده. تمام، ده اللي متوضح معايا في السلايد ده من خلال الكلام ده. اللي بعده هنا بيكلمني عن السورس بتاع السيكونس، هو جاي من الاورجانيزم ده اللي هو النايل تيلابيا او النيلوتيكا سوري التيلابيا نيلوتيكا، او الاسم العلمي ده ليها اكتر من اسم علمي. اوكي، وده شجرة العيلة، يعني اصل الاورجانيزم نفسه بالتفصيل الديتيلز عشان لو مطلوبة مني في سيرش او في اي حاجة من خلال اي بحث بعمله نبقى عارفينها. دي برضو التفاصيل اللي انا لسه شرحها فوق. طيب هنا بيكلمني عن الريفرنس of the published paper. الريفرنسز عبارة عن السكشن ده كله. طب السكشن ده كله بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الحاجات اللي احنا نوضحها هنا، دي هي الفول ديتيلز للريفرنس اللي هي بتتكلم عن كل حاجة بما فيهم اللينك المهم ده. اللينك ده بيوضح ان ده البيبر بيج على الباب ميد داتابيزز، بحيث اني اول ما بدوس على الاكتيفيتد الجزء ده بيوديني على البيبر او على الباب ميد على طول بشكل وصولي سريع جدا. هنا بيتكلمني في الجزء ده عن reference of direct submission. شايفين السكشن ده كله؟ السكشن ده كله بيوضح لي الدايركت سبميشن ديتيلز حصلت ازاي، طبعا باليوم وبالتفاصيل بتاعه المجله اللي عملت النشر وكده. طيب هنا بيكلمني عن السيكونس فيتشرز اللي هي المميزات الخاصه بالسيكونس اللي معايا. اول حاجه شايفين البوكس ده بيشرح لنا بيقول لنا ان ده الفيرست وده اللاست بيزس اللي موجوده في السيكونس بتاعي. شايفين البوكس ده بيشرح لي وبيقول لي ان ال 754 دي بتعني ان هي البوزيشن بتاع الريجولاتوري سيكونسز، والتايب بتاع الريجولاتوري سيكونسز هو الجزء ده اللي هو TATA بوكس اللي هو تاتا بوكس. طيب هنا بيفسر لي في البوكس ده او في اللاين ده عن ال mRNA، بيقول لي ان ده الفيرست واللاست بيزس في ال H3 اكزونز. عرفنا منين ان هما 3 اكزونز في الجين بتاعنا؟ شايفين ده من 784 ل 847 ده الاول وده الاخير في الاكزون الاول، وده الاول وده الاخير في الاكزون الثاني، وده الاول وده الاخير في الاكزون الثالث. يبقى كده الكوما دي بتعني ان دي الفاصل ما بين الاكزون اللي قبله واللي بعده، بحيث ان وانتوا بتقراوا تبقوا فاهمين بتقراوا ايه بالظبط. السي دي اس البوكس ده او اللاين ده بيتكلم معايا عن برضو الفيرست او اللاست بيزس موجوده في السي دي اس او الكودنج سيكونس في الجين اللي معايا ده. موجود معايا هنا بيقول لي الفيرست اكزون اند الفيرست فور كودونز ان ذا ميدل اكزون are not translated in protein. هو شارحهم هنا وهنا بيفسر لي معلومة مهمة جدا النوت دي ما ننساهاش، بتقول ان ال mRNA مش بالضرورة تكون identical لل CDS. بعدين هنا بيكلمني عن ال sequence features. هنا الكودون
start equal 1 ده معناها ان الفيرست ليتر هي اللي حصل لها ترانسليتد. طيب البوكس ده بيكلمني على البروتين اي دي، ده الاي دي او الرقم التعريفي بتاع البروتين الخاص بالجين ده لما حصل له اكسبريشن. فمجرد ما بدوس على اللينك ده بيوديني للامينو اسيدز سيكونس بتاعه الجين ده. البوكس الاخير ده بيوضح لي الترانسليشن. الترانسليشن هنا في نوت مهمه برضو نعرفها، ان هي بتبقى عباره عن 1 ليتر امينو اسيدز سيكونس فور ذيس جين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انتوا واخدين بالكم هتلاقوا كلها حاجات مختلفه عن الفور نيكلوتايدز الخاصه بالدي ان اي ستراند. يعني مش هتلاقوا هنا النيكلوتايدز المعتاده اللي هي الاي والجي والسي والتي، هنا في ليترز او الفابيتك ليترز مختلفه. ده معناها ان ده السيكونس الخاص بالامينو اسيدز بتاعه البروتين اللي حصل له اكسبريشن من الجين انسولين بتاعنا ده. فبالتالي هي بتبقى عباره عن جمله او يعني عباره عن ليترز كتيره جدا مرصوصه جنب بعضها من غير سبيسز، كلها بتبقى سايحه على بعض بالمنظر ده. هنا بقى الجزء الخاص بآخر جزء موجود في الريزلتس معايا في البيج، بيوضح لي كلمه الاوريجن. شايفين كلمه الاوريجن؟ بدايه كلمه الاوريجن هنا بتوضح لي ايه؟ بتوضح لي محتويات السيكونس اللي بتبقى مكتوبه في الشكل بتاع الروز او الصفوف دي اللي قدام عينينا. خلينا عارفين ان هي بتترتب depends on two points اللي هما الاثنين دول. اول حاجه ان كل صف عباره عن 60 نيكلوتايد، يعني 6 مجاميع، بحيث ان اول مجموعه عباره عن 10 نيكلوتايد وبعدين سبيس، بعدين 10 نيكلوتايد وبعدين سبيس تاني، وبعدين 10 وسبيس و10 وسبيس و10 وسبيس و10، بحيث ان اول واحد ده عباره عن 6 مجاميع ب 60 نيكلوتايد، والمجموعه الواحده اللي قبل السبيس دي بتبقى عباره عن 10 نيكلوتايد. تمام كده؟ وده برضو الجزء المكمل للانسولين جين في الاكزامبل بتاعنا في التلابيا او النايل تلابيا اللي معايا. نعرف منين ان السيكونس انتهى وان النت مش مهنج او السيكونس الكامل ما ظهرش قدام عينيا؟ لو انا ما لقيتش التو سلاشز دول. طب انا لو لقيت الرمز او السيمبل بتاع السلاشز دول اعرف ان السيكونس كله ظاهر قدام عينيا والنت تمام وانا معايا الداتا كامله ما فيهاش اي مشكله. كده احنا خلصنا التايتل ده، واتمنى تكونوا استفدتوا يا شباب وعرفتوا حاجات جديده، وبالتوفيق.